يلا بلش. السلام عليكم بنات ورحمة الله وبركاته. بنات العزيزات، أول محاضرة لنا للصف الخامس الإعدادي الأحيائي لثانوية الإشتراك الأهلية للبنات. أول شيء نرحب بكم وإن شاء الله تكونون بصحة وبسلامة وبأمان، وإن شاء الله تكون هذه السنة سنة خير عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. أول محاضرة عندنا وهي راح ناخذ اليوم أساسيات في اللغة العربية. أساسياتنا راح تكون في اللغة العربية تفيدكم بنات في المستقبل. الأساسيات في اللغة العربية راح نيجي ونفصلها، شنو الكلمة، شنو الفعل، شنو الاسم، شلون يفرقون بين الاسم والفعل. أول شيء راح نيجي إلى هذه الملاحظة المهمة وهو الفرق بين الاسم والفعل، كيف نفرق بين اسما وكيف نفرق بين فعلا. لأن الطالب في الحقيقة في بعض الأحيان لا يستطيع أن يميز بين الاسم والفعل. الاسم في اللغة العربية كل كلمة تقبل الأل للتعريف والتنوين وحرف الجر فهي اسم. أعيد، كل كلمة في اللغة العربية تقبل أل للتعريف والتنوين وحرف الجر فهي اسم. يعني مثلا بنا صف، الصف، صفا أخذت الأل وأخذت التعريف وأخذت حرف الجر فيه، صف، الصف، صفا في الصف. معلومات جدا مفيدة بالنسبة لكم حتى للمرحلة القادمة وهي مرحلة السادس الإعدادي إن شاء الله. أما الفعل كل كلمة في اللغة العربية لا تقبل الأل والتعريف أو التنوين أو حرف الجر فهي فعل. نعيد لكم إياها، كل كلمة في اللغة العربية لا تقبل الأل ولا التعريف ولا التنوين أو حرف الجر فهي فعل. يعني ناخذ مثال، هسه هذا الفعل كتب بنات، وهذا الفعل فهم، وهذا الفعل جلس. إذا بدنا نوضع على أل التعريف راح أشوفهم مستحيل أن نضع أل التعريف. أل كتب، أل فهم، أل جلس، لا يمكن أن يكون ذلك. فإذا احنا في الحقيقة ندرس قواعد اللغة العربية، والقواعد جمع لكلمة قاعدة، أي هناك قاعدة، وكل قاعدة لابد أن نفهمها كي حتى نفهم الموضوع الذي نقرأه. إذا أول عملية فرقنا بين الاسم والفعل. الاسم هكذا يكون، والفعل يكون هكذا، حتى تكون العملية سهلة بالنسبة لكم. هذه قاعدة بنات، هذه قاعدة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، فعليكم الانتباه إلى ذلك. هذه أول ملاحظة. الشيء الثاني لابد أن نشرحه، نأتي على الكلمة. الكلمة في اللغة العربية كل ما ننطق به هو كلمة، كل ما ننطق به هو كلمة، وهذه الكلمة تقسم إلى ثلاث، إلى فعل وإلى اسم وإلى حرف. هذه الكلمة تقسم إلى ثلاث لا رابع لها، أما أن تكون فعلا أو تكون اسما أو تكون حرفا. أعطينا الفرق بين الفعل والاسم، أعطينا الفرق بين الاسم والفعل. نأتي إلى كلمة كلمة ونقوم بشرحها. إذا قلنا الكلمة أما أن تكون فعلا، أما أن تكون اسما، أما أن تكون حرفا. هنا لا بد للطالب أن يفهم الفعل وأن يفهم الاسم وأن يفهم الحرف. الفعل في اللغة العربية نوعان، أما أن يكون لازما أو أما أن يكون متعديا. الفعل في اللغة العربية أما أن يكون لازما وأما أن يكون متعديا. ما هو اللازم وما هو المتعدي؟ هل هناك فرق بين الفعل اللازم والمتعدي؟ نعم، هناك فرق بين اللازم والمتعدي. اللازم هو كل فعل يكون
يوم جملة واضحة مع فاعله، ولا تدخل عليه الضمائر الهاء والكاف والياء. إذن هذا تعريف الفعل اللازم: كل فعل يكتفي بفاعله ولا يحتاج إلى مفعولا به، أي هنا لا نحتاج إلى مفعولا به، ولا يأخذ الضمائر الهاء والكاف والياء. نعطي مثال حول ذلك: جبنا العدو، جبنا العدو. أريد نكمل جبنا العدو في المعركة. إذن لاحظوا بنات، جبنا العدو أخذ شبه جملة وليس مفعولا به، لأن جبنا من الأفعال اللازمة، جبنا العدو. إذن ما بعد الفاعل يكون شبه جملة، إذن هذا يكون فعل لازم. سافر علي إلى البصرة، إذن هذا فعل لازم لأنه لم يأخذ المفعول به وأخذ جار ومجرور. سافر علي جملة تامة المعنى، جبنا العدو جملة تامة المعنى، فعل وفاعل. هكذا هو الفعل اللازم. نأتي إلى الفعل المتعدي. الفعل المتعدي قد يتعدى فاعله ويحتاج إلى مفعولا به أولا أو ثانيا، يعني مفعول به أول أو مفعول به ثاني، وكذلك قد يحتاج إلى مفعول به ثالث. لكنه تعريفه العام هو كل فعل لم يكتفي بفاعله بل تعداه، لذلك أطلق عليه متعديا، بل تعداه ويحتاج إلى مفعول به ليتمم معه المعنى، ليتمم الجملة. إذا تعريف ويأخذ الضمائر الهاء والكاف والياء. إذا الفعل المتعدي هو كل فعل لا يكتفي بفاعله بل يتعداه ويحتاج إلى مفعولا به ويأخذ الضمائر الهاء والكاف والياء. إذن الفعل المتعدي هو كل فعل لا يكتفي بفاعله بل يتعداه ويحتاج إلى مفعولا به ويأخذ الضمائر الهاء والكاف والياء. يعني نعطي مثال حول ذلك: كتب الطالب. إيش كتب الطالب؟ كتب الطالب الدرس. أي لم يكتفي هذا الفعل، أي لم يكتفي هذا الفعل بفاعله بل تعداه واحتاج إلى مفعولا به ليتمم المعنى. هذا فعل وهذا فاعل وهذا مفعول به. فهم علي، شفتهم علي الدرس، إذن هذا مفعولا به، إذن هذا فعل متعدي، هذا فعل متعدي قد أخذ المفعول به. ونستطيع أن نقول فهمه فهمك فهمني. إذن الفعل نوعان: يا أما أن يكون لازما يا أما أن يكون متعديا. اللازم هو كل فعل يكتفي أو يكون جملة واضحة مع فاعله أو قد اكتفى بفاعله، الجملة واضحة ولا تدخل عليه الضمائر الهاء والكاف والياء، مثل جبنا العدو، سافر علي، نجح الطالب، وإن نجح في الامتحان لم يحتاج إلى مفعول به. أما المتعدي هو كل فعل لا يكتفي بفاعله بل تعداه، أي تجاوزه وانطلق ليحتاج مفعولا به، وانطلق ليحتاج مفعولا به ليتمم معنى الجملة. وهذا الفعل المتعدي قد يأخذ هاء وكافا
واليا مثل كتب الطالب. ايش كتب الطالب؟ الدرس. فهم علي، شفتهم علي الدرس. اذا هذا الفعل اللازم وهذا المتعدي. هناك الافعال من حيث الزمن، اما الفعل من حيث الزمن، الفعل عندنا ماض وعندنا مضارع وعندنا امر. الفعل ماضي ومضارعين وامر. هناك طريقه لتبسيط او فهم الفعل ان كان ماضيا معرفته او مضارعا او امرا. الفعل الماضي علامته قبول التاء المتحركه او تاء التانيث الساكنه. اذا كل فعل في اللغه العربيه اذا قبل التاء المتحركه اي تاء الفاعل او تاء التانيث فهو فعل ماضي. يعني بنات، الفعل كتب، الفعل فهم، الفعل جلس، كلها افعال. كتب، كتبت، كتبت، فهم، فهمت، فهمت، جلس، جلست، جلست. اذا كل فعل في اللغه العربيه يقبل التاء اذا كانت متحركه او تاء التانيث الساكنه فذلك فعل ماضي. فذلك فعل ماض. نأتي على الفعل المضارع. الفعل المضارع ما هي علاماته؟ علاماته قبول السين وسوف ولام ولن. الفعل المضارع علاماته قبول السين وسوف ولام ولن. يعني عندنا الفعل المضارع يفهم، سيفهم، سوف يفهم، لم يفهم، لن يفهم. ركزوا وياي بلا. هذه علامات الفعل الماضي وهذه علامات الفعل المضارع. لو أردنا أن نبدل العلامة الفعل المضارع إلى الفعل الماضي لا يمكن ذلك. وإذا أردنا أن ندخل علامات الفعل الماضي على الفعل المضارع لا يمكن ذلك. يعني لا يمكن أن نقول كتب سكتب سوف كتب، لا يمكن أن نقول. ولا يمكن أن نقول للفعل المضارع يفهم يفهمت، لا يمكن ذلك. إذا لكل فعل له علامة وثوب يلبسه هو. هذه لابد أن توضح لكم كي تفرق بين الفعل الماضي والمضارع. أما فعل الأمر علامته قبول ياء المخاطبة، وهذا الفعل لابد أن يكون فيه طلب، لابد أن يكون فيه طلب. يعني افهم افهمي، اجلس اجلسي. وهذه الياء المخاطبة، هذه الياء المخاطبة تعرب فاعلا. إذا الفعل الماضي يأخذ التاء، الفعل المضارع يأخذ السين وسوف ولن ولم، الفعل الأمر يأخذ ياء المخاطبة وفيه طلب، افهم افهمي، اجلس اجلسي. إذا لابد أن يكون للفعل الأمر هناك طلب كي تتضح الصورة لك عزيز الطالب. مثل افهم، اجلس، احضر، اقرأ، كلها أفعال وأمر فيها طلب وتأخذ ياء المخاطبة، اللي قلنا إن ياء المخاطبة هي تعرب فاعلا في هذه الموقع. إذا اذا عزيز الطالب اعطينا لك الفعل من حيث نوعه ومن حيث الزمن، وفهمناك ان الفعل هكذا يكون ان كان لازما او كان متعديا او كان ماضيا او مضارعا او امرا. ناتي الى الاسم. اذا النوع الثاني من الكلمه في اللغه العربيه هو الاسم. هذا الاسم في اللغة العربية يقسم إلى نوعين لا ثالث لهما، أما أن يكون هذا نكرة أو يكون معرفة. أما أن يكون هذا الاسم نكرة أو يكون معرفة، فعلينا أن نفهم متى يكون معرفة ومتى يكون نكرة. لذلك علماء النحو عزيز الطالب خصصوا أسماء المعارف وقلوا لك أيها الطالب أو أيها المتلقي أو أيها الدارس في اللغة العربية إن أسماء المعرفة في اللغة هن ست.
أما أن يكون اسم علم أسماءنا وأسماء المدن وأسماء الأنهار، هذه كلها أسماء علم. أو أما أن يكون معرفا بأل أو معرف بالإضافة أو أسماء الإشارة أو من أسماء الموصولة أو الضمائر، كل هذه في سياق أسماء المعرفة، والباقي نكرات، ما دون ذلك سيكون نكرات. إذا لابد أن يكون اسم المعرفة أحد هذه النقاط، يا أما أن يكون اسم علم أو معرف بأل أو معرفا بالإضافة أو من أسماء الإشارة أو من أسماء الموصولة أو الضمائر. إذن عزيز الطالب، وضحنا لك الفعل، وضحنا لك الاسم، والحروف أنت أعلم بها. إذن هذه واضحة علينا، بس أردنا أن يكون لك علم في الفعل من حيث النوع ومن حيث الزمن، وأردنا أن نشرح لك الاسم، أن الاسم نكرة وإن الاسم أما أن يكون معرفة. هذه محاضرتنا عزيز الطالب بالأساسيات، هذه أول محاضرة تفيدك عزيز الطالب في كل الأمور. بنات العزيزات، هذه كلها تفيدكم في الصف السادس الإعدادي إن شاء الله. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة، وإن شاء الله نلتقي في المحاضرات القادمة بإذن تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.